بس ناخد اول مداخله معانا منى من الغربيه. الو يا منى. هاي يا دكتور، اخبار حضرتك ايه؟ ازيك، عامله ايه يا منى؟ الحمد لله. اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله زي اهل الغربيه، بخير طول ما انت بخير حبيبتي. تسلمي لي يا منى. منى قولي لي، اول مره تكلمينا في دكتورز؟ اول مره، لكن على طول بكون متابعه حضرتك. حبيبتي تسلمي يا رب. طيب قولي لي، قولي لي مشكلتك. مشكلتي العكس، انا مش عايزه ان انا اخس، انا عايزه اتخن. عايزه تتخني؟ وزني تقريبا حوالي 45. طب قولي لي سنك كام الاول يا منمن؟ 22. صغننه خالص. ماشي، عايزه تتخني قد ايه؟ انت نفسك في قد ايه مثلا؟ تتخني ممكن اوصل ل 60. عايزه تبقي 60 كيلو؟ اعتقد. طب قولي لي وزنك دلوقتي كام؟ اعتقد دلوقتي 45. ده ايه ده؟ ايه الرفع ده؟ انت بتاكليش خالص ولا بتاكلي؟ باكل، لكن الموضوع بيجي معايا بالعكس، باكل وبخس برضه، فاللي هو ايه ده؟ انت عندك مشكله في الغده على فكره. مش عارفه. لو عملت تحليل غده هتلاقي في مشكله في الغده، دي اول حاجه. تاني حاجه، لما تكوني خاسه قوي وشايفه ان انت بتاكلي كتير ويقول لك ده بتاكل كتير ما بيتبانش عليها، لا ده كلام غلط خالص، لا هي عندها مشكله في الغده. الغده هي اساس الحرق بتاعك. لو الغدة ما اشتغلتش او الغدة بايظة، او في ناس بتبقى شايلة الغدة اصلا، حرق جسمي هيبقى مش شغال. او العكس، عندي الغدة بتفرز تي 3 كتير قوي، فتخلي حرق جسمي شغال 24 ساعة، ده اللي بيحصل لك. فعشان كده تلاقي عندك منطقة النحافة زايدة قوي مهما تاكلي، حتى بقى لو كلتي نشويات وسكريات والكلام ده مش هتتخني ابدا، بالعكس انت ممكن تبهدلي نفسك وتبوظي الاعضاء بتاع جسمك بسبب ان انت بتاكلي الاكل اللي هو المفروض اللي هو بيتخن. بس هو مش بيتخن بس، لا ده هو بيقضي على اعضاء جسمنا، سواء الكبد او الكليه، بيكون حصوات وبيعمل دهون جوه الاحشاء بتاع جسمنا دي، فبعد كده تخشي بقى في جهه تانية خالص. فاهماني يا منى؟ فانا مش عايزاكي تاكلي بالطريقه دي. طب المفروض مش سامعاكي، قولي لي تاني. بقول لحضرتك المفروض ان انا اعمل ايه؟ طيب انت قلتي لي وزنك 45 وطولك كام يا منى؟ 165. طولك انت عايزه تزيدي بتاع 20 كيلو. يعني زدتي 20 كيلو هيبقى وزنك حلو. 65. هيبقى لا 20 كيلو هيبقى حلو قوي معاكي. فاهماني؟ بصي أوكي. بقى الطبيعي انا بالنسبه لي ماليش دعوه باي بقى حد بيتكلم كلام تاني، انا بالنسبه لي اي حاله يعني بتشتكي من النحافه لازم عشان اتخن، مش هينفع اديها ريجيم واقول لها هتاكلي بقى 10 مرات في اليوم، لا. اول حاجه لازم يبقى فيه اليود، عنصر اليود لازم يكون موجود في اكلنا ونكون بناخده تابلتس لازم. يعني ليه؟ اليود هو اللي بيحفز الغده الدرقيه ان هي تشتغل بالصوره الطبيعيه اللي الجسم محتاجها. يعني الغده الدرقيه ربنا خلقها لنا، لو الجسم نحيف بصوره زايده قوي لا تتخني والحرق يبقى عندك في المعتدل. ونفس الشيء لو الجسم مليان وفي حاله من السمنه، الغده تشتغل في المعدل بتاعها ان هو الجسم ينزل من وزنه عشان ما ياثرش على الاورجانز بتاع جسمنا. فاهماني؟ طيب. هل انا عشان جسمي ياخد كميه اليود المناسبه ده بيكون عن طريق اكل ولا بيكون عن طريق؟ لا ما هقول لك طبعا، يعني انت وزنك اقل من العادي، فانا لو اليود مثلا هناخده من الاكل، مش معظم الاكل فيه عنصر اليود اللي انا هبقى عايزاه، فبضطر اديكي حاجه تكون فيها بروتين. ليه بقى؟ البروتين بيعمل معايا عضل، كل ما ازود الكتله العضليه عندك هتتخني بصوره صحيه، مش هتتخني اوفر دوز بقى، فاهمه؟ وفي نفس الوقت تتخني التخن الصحي، مش التخن اللي هو ارمي لك دهون على الاحشاء واجيب لك سكر تايب 2 النوع الثاني. ما هو في التخن عامه لما انا اخليكي، اصل في حاجات كتير يعني حالات جات لي بلاقيها ماشيه اللي هم حالات النحافه ماشيه على نظام اللي هو كل 7 مرات في اليوم. طب ايه يا دكتور السبع مرات؟ رز ومكرونه ودهون، ايه ده؟ ايه ده كل الكلام ده؟ يا دكتور انا باكل الحاجات دي عشان انا عايزه اتخن. هتتخني ايه ده؟ انت هتتخني اوكي، انت هتتخني، بس اللي انت تخنتيه ده كله هيجيب لك سكر من نوع تاني، عشان انت عماله تاكلي سكريات وعماله تاكلي نشويات. دي اول حاجه، سكر النوع التاني. تاني حاجه، كل الدهون اللي انت شفتي ان هي مالك جسمك، هي مالك جسمك من بره وبقى شكلك جميل ولذيذ خالص وكيوت وبنوته، ولكن حضرتك لو رحتي عملتي تحليل الترايجليسرايدز اللي انا بتكلم عليه حتى في اللي عندهم مشاكل في السمنه هتلاقيه
هتلاقي الكبد عندك دهني حتى وانت نحيفة. لو بتاكلي اكل مليان دهون، لو بتاكلي سكريات، لو بتاكلي حاجات فيها فركتوز كتير، الفاكهة فيها فركتوز كتير، مش معنى كده ان انا بقول ممنوع الفاكهة، لا، بس ممنوع الفاكهة لو زادت عن الحد الطبيعي، سواء للنحافة او سواء للناس اللي عندها فرط في الوزن الزايد، فاهماني؟ فالاحسن حاجه بفضلها ان انا اتخن بيها الحاله بتاعتي ان انا اشغل لها عنصر اليود في جسمها فالغده الدرقيه تشتغل. تاني حاجه لازم يكون في حاجه بتاخديها 85% بروتين، وحاجه تفتح شهيتك فتخليكي تاكلي، ولكن هتاكلي بالمعدل الطبيعي، وخليكي تبعدي نهائي عن السكريات. ما انا مش هتخنك واجيب لك السكر، فاهماني؟ او اعمل لك دهون على احشاء واعضاء جسمنا، انا مش عايزه كده. ما اجيش اعمل لك حصوات على الكلى ولا الكبد يحصل فيه تليف او سميات وتيجي تقولي لي انت تخنتيني، بقت منك لله، ده انت دكتوره كفته خالص، انت تخنتيني وعملتي لي سموم في جسمي، فاهماني؟ فعايزاكي بقى يا منمن، بصي ركزي معايا جدا، هتكلمي الكرو او تبعت لهم من خلال الارقام وتقولي لهم بالظبط دكتور بسمه رشحت لي الويت جين. الويت جين هو ده اللي فيه عنصر اليود، النسبة المعينة اللي أنا عايزة أديها لك، وفيه 85% من البروتين وفاتح شهية اللي هيخليكي تبني عضل فهتتخني بصورة صحية. وكل ما إحنا بنبني عضل ده أحسن لنا كتير جدا من أنا أبني دهون. أبني دهون مش هيفيدني بأي شيء، إنما هبني عضل ده الأساس بتاعي، فهماني؟ والغدة الدرقية هتشتغل معانا. فالويت جين حلو جدا، عايزاكي تستمر عليه بس من 3 لـ6 شهور وشوفي النتيجه، وبعتي لي بقى على صفحتنا وقولي لي انت زدتي قد ايه كل شهر. طيب هل هناخد الويت جين بس؟ لا، لازم ناخد معاه فيتامينات، فيتامينات متعدده، فاهماني؟ في المالتي كومبليت ده حلو جدا عشان فيه مغنيسيوم وبوتاسيوم وسيلينيوم، الثلاث فيتامينات دول والثلاث معادن دول مهمين جدا لكل عضو في جسمنا. ما انا انت مع انك انت نحيفه، بس انا مش عارفه السنين اللي فاتت دي انت كنت بتاكلي ايه، ما اعرفش. فلازم ابقى مامنه نفسي ان انا مظبطه كل اعضاء جسمي، مظبطه الكلى تشتغل كويس، مظبطه الكبد يكون بيفلتر كويس جسمي، مظبطه يكون عندي ارتخاء في عضلات جسمي عشان اقدر ابني عضل بصوره صحيه وما ياثرش على الماسلز اللي في جسمي. فالويت جين والمالتي كومبليت يا منمن هو ده اهم حاجه، هو ده بس، بس تواظب عليه من 3 لـ6 شهور يا منمن. هتكلمي الكرو وتقولي لهم، وما تنسيش طبعا مجموعه الشعر دي هديه طبعا ليك يا منمن، وهديه لكل حالات وحبايب قلبي عائله دكتورز. المجموعه بقى ايه عشان الناس اللي لسه هتشوف دلوقتي وما تعرفش. طيب اول حاجه في الليسيون، وفي السيرم، وفي الحمام كريم. حمام كريم حلو قوي قوي للناس اللي عندها مشاكل الشعر مموج، الشعر خشن، حمام كريم بنعم الشعر جدا، طبي امن جدا على الاطفال، ما فيهوش اي مشكله. الشامبو حلو قوي، انا جربت الشامبو الحقيقه لقيته ان هو مسته في ان هو بيضيع القشره، خصوصا بقى ان احنا بقى فتره الشتاء وكده، ففي ناس شعرها، انا شعري دهني جدا فشعري ممكن بيعمل قشره جامد، بيبقى ممكن ناس تبقى عندها اكزيما في شعرها، فالشامبو لقيته حلو جدا في موضوع القشره، فظيع، حلو قوي قوي. فممكن فانا بقول لكم ايه ده حلو في ايه في الحاجه اللي جربتها، لسه ما جربتوش الحقيقه، ولكن اللي انا اعرفه والزيوت اللي فيه خصوصا زيت الجوجوبا والسوبر ميتو حلوه قوي في عمليات الناس اللي عندها فراغ في شعرها تاخد الليسيون هديه، الناس اللي عندها قشره في شعرها تستفيد بقى، ما تاخديش اي حاجه وغلط، تاخدي الشامبو لو انت عندك قشره في شعرك او بنوتك شعرها دهني يبقى الشامبو حلو قوي. الليسيون لمناطق الفراغ ترشي منه 8 بخاخ، هو بيبقى عامل زي البخاخ كده على المناطق اللي فيها فراغ في شعرك، تبدأ تدعكي فروه شعر كويس جدا، ده بالنسبه للليسيون. طب السيرم للاطراف الشعر المتقصف، ما تقصيش شعرك، عالج التقصف هيطول كويس، انما بقى قصه القص دي انا ما اعرفهاش، ما بحبهاش الحقيقه، عايزه شعرك يطول ما تقصيهوش، عالج التقصف وسيبيه هيطول، انما قصه اقص شعري وهيطول مش عارفه ايه، لا ما فيش، تقص شعرك هيطلع تاني بنفس التقصف. فطبعا دي يا منمن هتاخدي بقى منهم حاجه، الحاجه اللي انت محتاجاها. بس انا بقول لكل مشاهدين شاشه النهار وعائله الدكتور عشان تبقوا عارفين، ما في حد اصل ساعات بتيجي تبعتوا لي على صفحه البرنامج وصفحتي الشخصيه على الانستجرام، يا دكتور طب احنا ناخد ايه من الهديه؟ يعني قول لنا ايه هي الكويس؟ هي المجموعه اصلا كانت الاول يعني بتتباع كده على بعضها، الشامبو والسيرم والليسيون وحمام الكريم، بس بعد كده لما لقينا ان في بيشنت وحالات كتير جدا
في السمنه وحالات كتير جدا في النحافه، فقلنا طب خلاص احنا مش هنقدر نكلف الحالات. انت بتخسي وبتاخدي رجيم وفي نفس الوقت في عايزه، انا عايزه اظبط شعري، طب انا يا دكتور وانا بخس شعري بيقع، طب انا مش عارفه ايه، فبيبقى المجموعه دي بتبقى هدايا، بس دي بتبقى لفتره معينه بس عشان انطلاقه برنامجنا، يعني بتبقى في اليوم لاول 100 متصل، بعد كده ان شاء الله نزودها ل 150 بس الكرو بس يصحصح معانا كده ويفوق معانا. طيب كده يا منى، اتمنى تكوني كتبتي كل الحاجات دي ورايا، واتمنى كل اللي بيشوفوني حبايب قلبي انتوا عارفين بحب قوي تكتبوا كل حاجه ورايا. تعالوا بقى نكمل، احكي لكم حاجه بسرعه قوي كده. انتم متعودين ان انا اشرح لكم الحاجات دي باستفاضه يعني، فنحاول عشان وقت الحلقه اشرح لكم ده باستفاضه. سبق وجالي سؤال، يا دكتور انا عندي حصوات على الكلى. طيب سالتها قلت لها انت عندك سمنه ولا في ولا تشتكي من النحافه؟ قالت لي لا انا عندي سمنه مفرطه. طيب هل السمنه او الدهون الزايده ممكن تسبب حصوات على الكلى؟ اي نعم، مش بس حصوات على الكلى، لا ده بيبقى فيه سميات في الجسم. طب حصوات الكلى انواع، انواع في حصوات اوكزاليت وفي فوسفيت وفي يوريك اسيد. يا دكتور الكلام ده جاي تقول لنا ايه؟ دي انواع الحصوات. طيب 80% من الحصوات اللي بتجي لنا اوكزاليت، دي 80%، ودي بتبقى اوحشهم بالنسبه لي. ليه؟ لان الحصوه بتبقى مشرشره كده، لما بتيجي تنزل بتنزل بالدم، ده الاوكزاليت اللي بيجي لمعظم الناس. تمام 80%، ركزوا قوي اكتبوا الكلام ده، اوكزاليت بتبقى الحصوه عامله زي كانها مشرشره، لما تيجي تنزل بتنزل بالدم، فلما تيجي تشوف في دم في الحصوه لما تيجي تنزل تعرف ان ده نوعها اوكزاليت. شوفوا انا بقى هخليكم دكاتره من البرنامج ده. النوع الثاني فوسفيت، ده نادر قوي. النوع الثالث 20%، 20% بيتكون في الكلى اليوريك اسيد، وده بيبقى الحصوه ناعمه بتنزل عادي ما مش بالدم، انما اللي اخطرهم اللي هو الاوكزاليت بتبقى مشرشره كده فبتنزل في الدم، دي اللي بتبقى 80% عند الناس المصابين. ان لو الكلى عندك مش شغاله، لو الكبد عندك مش شغال، اللي بتقوم بمهام الكبد الكلى، الكبد لو مش شغال الكلى لازم هيجي لها حصوات لانها مش هتقدر تقوم بمهام الكبد، استحاله، الكلى يا عيني غلبانه، انما الكبد ده هو رئيس مجلس الاداره في جسمنا، لو تعب مني بسبب الدهون الكتير هيبقى ما خلاص في دهون عمال، انت بتاكل سكريات، السكر الجلوكوز يدخل الانسولين ياخده يحوله دهون جوه الخلايا الدهنيه جوه الجلايكوجين، بعد كده خلاص كله امتلى، طب تعالى لي بقى حط في احشاء جسمك، يجي الكبد هاتولي شويه دهون، نقعد يحشي يحشي، عارفه انت كده ماسكه الكوسه تقعدي تحشيها رز ومش عارفه الكلام ده، انت احنا بنعمل كده بالظبط، الجسم يعني بشبهها لكم بطريقه مبسطه، يجي الكبد يقعد يحشي دهون، خلاص بقى انا جسمي امتلى دهون، فناقص ايه تاني بقى؟ ما هنحط فين؟ ما انت مستمر على السكريات مستمر على الدهون، انت فاصله ما لهاش حل خالص. فالكبد يقول خلاص انا على اخري، انا اتمليت دهون. الكبد لما يتملي دهون يحصل له سميه فيضعف، مش هيقوم بمهامه. ايه هو مهامه؟ الكبد اهم حاجه في عضو، اهم عضو في جسم الانسان، هو اللي بيفلتر كل شويه 24 ساعه الجسم من اي سميات داخله، بيحافظ على الجسم من اي خلايا مدمره داخله تهاجم الجهاز المناعي او اي خلايا سرطانيه، دي مهام الكبد. فاحنا دلوقتي بوظناه بسبب الدهون، تيجي الكلى تقول ايه؟ طب انا لازم دلوقتي الكبد تعبان، فانا ايه؟ هقوم بمهامه لحد ما ننظف الكبد من الدهون ونفلتره تماما، عشان كده في حاجات اسمها ديتوكس للكبد، موجوده. فيجي الكلى دلوقتي هي اللي شغاله، الكلى غلبانه بالطبيعي كده، فمش هتقدر تقوم بالمهمتين ان هي تغسل وتفلتر مكان الكبد، فيحصل حصوات من النوع الاول اللي هو الاوكزاليت. فدي ادي سبب من اسباب الحصوات اللي بتيجي، لو الكبد تعبان الكلى هتقوم بالمهام دي. كل ما في دهون زايده في الجسم لازم تبقى عارف الكبد بتاعك دهني مليان دهون، التحاليل بتاعتك لو رحت عملت تحاليل الكبد وشفت هتلاقي عندك دهون ثلاثيه على الكبد. طب يا دكتور هقول تاني المعلومه دي عشان اللي سالوني، فوق ال70 انا كده في خاطر، فوق ال70 لما نيجي نعمل التحليل الترايجليسرايدز على الكبد.